بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطالبات، كل عام وأنتم بألف خير. نستكمل الآداب وسلوك من الطفل. اليوم سندرس أخلاقيات إجراء البحوث العلمية. كما تعلمون أن الأبحاث العلمية لها دور كبير جداً في تحسين نوعية الحياة والرعاية الصحية الشاملة. إذن الأبحاث مهمة، لكن أثناء عملية البحث يجب مراعاة القواعد الأخلاقية في عملية البحث العلمي. إذن يجب أن تكون هذه الأبحاث مبنية على قواعد صائبة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، ويعني إلى يعني تطوير النظم الصحية ونوع الحياة الرعاية الصحية بشكل كبير جدا. طبعا ما هو تعريف البحث؟ البحوث العلمية تعتمد على هو جهد علمي منهجي يبذل للتوصل إلى حقيقة علمية تسخر لمصلحة البشر. هو جهد علمي منهجي يبذل توصل إلى حقيقة علمية تسخر لمصلحة البشر. وشايفين كيف أنت الآن يعني التركيز الكبير جدا على هذه الأبحاث العلمية للتوصل إلى سواء علاج للكورونا أو أمصار للكورونا. إذن ما هي الأهداف الأخلاقية من إجراء البحوث العلمية؟ أكيد إثراء المعرفة الصحية، أي يجب أن نعلم معلومات أكثر عن أي مرض أو أن عن أي علاج أو عن أي لقاح. أكيد تحسين وحل المشكلات الصحية. كنا الآن بنحاول نحل مشكلة كورونا عن طريق الأبحاث العلمية لاكتشاف سواء العلاج أو اكتشاف الأمصال ضد مرض الكورونا. أكيد أيضا من الأهداف العلمية في إجراء البحوث الأخلاقية، الأهداف الأخلاقية من إجراء البحوث العلمية أن تكون أكيد إيجابيات البحث العلمي المحتملة أعلى من السلبيات المتوقع حدوث. يجب أن تكون إيجابيات البحث العلمي أعلى أكيد من السلبيات المتوقع حدوث. أكيد أن تتفق وسائل البحث العلمي اللي بنعملها كلها مع مبادئ أخلاق المجتمع، وأن لا تكون يعني الغاية النبيلة سبب الوسائل غير أخلاقية، أي أن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني بينفعش أنا أطبق بحثي ويعني يكون هذا بالذات على المبحوثين غير أخلاقي عشان أنا أحصل على نتائج ممكن يعني تفيد المجتمع كله. لا يجوز. يجب أن تكون يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. شروط إجراء البحوث، هتكلم عن شروط إجراء البحوث فيما يخص فريق البحوث، فيما يخص المنشأة الصحية، فيما يخص المبحوثين. فيما يخص فريق البحوث القائمين على عملية البحث الطبي، أن يكون الباحثون أكيد مؤهلون وعلى درجة عالية من الكفاءة والتخصص. أكيد دائما أن يتم حقوق الخاضعين للبحث، وحنا نسميهم المبحوثين، سواء بنقول عنهم الخاضعين للبحث أو المبحوثين. أيضا لا يتم استغلال حاجة الخاضعين للبحث سواء من الناحية الأدبية أو من الناحية المالية. يعني أن لا يعني ما نعملش البحث على الفقراء لنا عشان نعطيهم 50 دولار، عشان 50 دولار هذه لا يجب عدم استغلال حاجة الخاضعين للبحث من الناحية المادية أو الأدوية. دائما في الأبحاث يجب في البحوث بالذات السرية، أي البحوث العملية أو التشخيصية، يجب أن تقوم على الحيوانات أولا لأنه ممكن تشكل خطوة مباشرة على الإنسان. بعملها على الحيوان إذا كان ما شكلتش خطوة على الحيوان، بعدين بنعملها على الإنسان. أيضا أكيد حفظ الحقوق سواء المادية والأدبية للمساهمين في البحث.
أكيد هؤلاء المساهمين في البحوث يجب أن يكون لهم حقوق مادية، اللي هو يعني الباحثين أكيد اللي بيعملوا في البحث سواء مادية أو أدبية. أكيد يجب الالتزام بالحفاظ على سلامة الأفراد. الإنسان اللي بيعمل بحوث يجب يعني عمل كل ما هو مناسب للحفاظ على حياتهم، يعني وتأمين صحتهم البدنية والنفسية في كل مراحل البحث. إذا عملنا شروط إجراء البحوث فيما يخص طريقة البحوث، فيما يخص المنشأة الصحية سواء كانت مستشفى أو جامعة، فيما يخص إذا كان مستشفى أو جامعة أو مختبرات، إذا يجب أن يكون لدى هذا المستشفى لجنة أو جهاز أعقابي يتأكد دائما من التزام الباحثين بمعايير أخلاق البحث العلمي. ضمان حقوق المرضى وتوفير رعاية لهم حتى انتهاء البحث. التأكد من عدم وجود أعباء مالية للخاضعين للبحث أو المبحوثين، يعني يجب التأكد بأنه بيأخذوا فلوس من مبحوثين. مبحوث مع في كل الأحوال يجب عدم أن يكون عنده أي أعباء مالية يعني يدفعها للباحثين. أيضا توفير بيئة مناسبة لإجراء البحوث وبكفاءة عالية وفعالية. أهم حاجة المحافظة على سرية وأمن المعلومات، وخصوصا المعلومات التي تؤخذ من المبحوثين. شروط البحث العلمي فيما يخص نوعية البحث، أكيد هذا البحث يجب أن يكون فعلا له فائدة للمجتمع، للفرد والمجتمع، ومش فقط لعملك الإشباع العلمي يعني فقط، يعني يجب أن تحقق أيضا أهداف البحث وتطوير وسائل الوقاية والتشخيص والعلاج. أيضا المبحوثين، إذا هناك معايير الأخلاق العلمية، الأخلاق الطبية يجب أن نحترمها فيما يخص الشخص الخاضع للبحث أو الشخص المبحوث، أن يكون هذا الشخص مؤهل عقليا لاتخاذ القرار. يعني لا يجوز أن تعمل على أطفال، يعني نعمل بحوث على الأطفال بدون موافقة ولي الأمر، أو نعمل على المجانين نفس الفكرة بدون موافقة ولي الأمر. أن يكون هذا الشخص على دراية تامة أو حتى ولي أمره بمراحل البحث وسلبيات البحث وإيجابياته وكل ما هناك ما يشكل خطر لا سمح الله على هذا المبحوث. دائما نؤكد أن المبحوث له حرية المشاركة في البحث، أيضا له حق الانسحاب في أي لحظة يراها مناسبة. لا يجوز أن تقول للمبحوث أنت دخلت معي في البحث وكلفتني فلوس وممنوع تخرج الآن، لا يجوز ويحق له الانسحاب من المراحل من البحث في أي مرحلة من مراحل البحث. أيضا ألا يكون الدافع الأساسي للخضوع للبحث هو تحقيق الكسب المادي. يجوز أن يعني نعطي بعض المبحوثين بعض الهدايا، بعض الفلوس لتشجيعهم على البحث، لكن ألا يكون الدافع هو الدافع الأساسي ويكون دافع مادي أو كسب مادي. فيما يخص الجهة الرقابية، اللجنة أو الجهة الرقابية من منشأة يجب أن تتأكد دائما من التزام الباحث مع بكافة المعايير والضوابط الأخلاقية. نتأكد وهذا مهم جدا أن جهة التمويل، ونأكد جهة التمويل ليس لها أي يعني تدخل في نتائج البحث.
يجب التأكد من أن جهة التمويل اللي هو يعني الناس الممولين في هذا البحث ليس لهم، لا يتدخلون في هذا البحث في أي مرحلة من مراحل. أكيد يجب تأكد جهة غربية من ضمان حقوق المبحوثين أو الخاضعين للبحث. أيضا أنه يجب أن تأكد من أن هذا البحث مجاز ومسموح فيه من قبل لجان المراجعة العلمية والأخلاقية. هناك لجنة غالبا تسمى لجنة هلسنكي في كل بلد، وهي توافق أو تمنع، توافق على البحث أو تمنع حدوث البحث حسب المعايير الأخلاقية التي تتخذها هذه اللجنة. أكيد أكد أنه التأكد من أن مخرجات البحث في كل الأحوال ليست لها يعني عواقب وخيمة على الفرد أو المجتمع، بل أن لها مردودا إيجابيا. شروط إجراء البحث القصة، هل بنفع نعمل على الأطفال أو القصة بحوث؟ أكيد بعمل في حالة واحدة، أنه إذا لا يجري يعني البحث على القصة والمعاقين في حال توفر الصحة، في حال توفر الصحة. يعني أنا بدي أعمل بحث على المراهقين، أكيد لازم أعملهم على المراهقين أو على الأطفال. البحث تبع ابناء مع الأطفال، فإذا لازم أنا أعمله على الأطفال. إذا هؤلاء القصة لا يستطيعون أن هم يعني يدلوا بالموافقة، إذا يجب أن تكون موافقة كتابية، ونقول كتابية أي مكتوبة من الوصي، ويشترط يعني أن يكون بحث عن مرض الشخص الذي يعاني. يجب أن تكون طبيعة البحث اللي يخضع له القصة المقصود فيه طبعا الأطفال ما دون 18 سنة أو المعاقون أو ناقصو الأهلية، ناقصو يعني لا يعني ممكن يكونوا مجانين أو غيره، يعني يجب أن تحتم الاستعانة بهم ونجعل لهذا البحث خاص بحالتهم مع عدم الحاق الضار بهم. عند ضوء إجراء البحث على القصة، نتكلم عن قصة أو معاقين أو في القضية الأهلية، هؤلاء الثلاث فئات المجتمع، القصة أو المعاقين أو فاقدي الأهلية أي ليس عندهم القدرة العقلية على الموافقة أو عدم الموافقة، يتم إطلاع القيم أو الوصي على أبعاد البحث وأهميته ومضاعفاته وجميع جوانب البحث. جميع جوانب البحث، إذا كان هناك في آثار سلبية على البحث يجب على المبحوثين يجب أن يعلمها هذا الوصي وهذا القيم. إذن أيضا شروط إجراء البحث على الحوامل نفس الفكرة كما تحدثنا عن القصة، نتحدث عن الحوامل بأنه يعني كل الشروط السابقة يجب أن توجد موجودة على الحوامل، لكن الحوامل تفرق أن هناك يعني شخصين هو الأب والأم، هم لهم علاقة بموضوع الحمل وليس الأم لوحدها. يجب إطلاع الزوجين وليس الأم فقط على مكونات البحث ويعني مضاعفات محتملة وآثار السلبية على الأم والجنين، ومع أخذ الموافقة. طبعا دائما نتكلم عن موافقة قطعية، موافقة يعني كتابية مبنية على المعرفة. هنشوف إيش معنى الموافقة القطعية المبنية على المعرفة من الزوجين. أكيد أنه هذا البحث يجب أن لا يشكل أي خطر أو آثار سلبية على المولود أو الجنين لا سمح الله تؤدي إلى وفاته أو تشوه. لا يجوز إطلاقا إجراء البحوث على الحوامل والمرضعات في حالة يعني إجراء على غيرهن زي ما تكلمنا في حالة القصر أو فاقدي الأهلية أو المعاقين. طبعا
انه هذا البحث ايضا تكلمنا بانه لا يجوز ان يكون اي عنده اي مضاعفات سلبيه على الجنين او مضاعفات سلبيه على الجنين او اي اعقاد. اكيد ان يتم البحوث على الحوامل في حاله وجود يعني فائده مرجوه حقيقيه، فائده حقيقيه تحصل يعني لصحه الام او الجنين. الفئة الثامنة هنتكلم عنها شروط البحث. إجراء البحث عن المساجين من تعرفين المجنون، يعني هو لا يتحكم في حالته، هو معتقل بكون مجنون. إذا أول حاجة أن يتم توفير كل رعاية صحية لهم في أثناء فترة إجراء البحوث، ذكاء يعني شأنهم شأن يعني عامة أفراد المجتمع، أن يكون هم يتلقوا الرعاية الصحية الكاملة أثناء عملية البحث الصحي. ما ينفعش يكون هو عنده مريض أنا بس جاي أعمل البحث وما يشتغل، لا، يجب أن يتوفر له كافة الرعاية الصحية أثناء عملية البحث. لا يجوز استخدام أساليب التعذيب، والله أنا بدي أشوف لا يجوز البحث أنه هذا الأسلوب أحسن وهذا الأسلوب أحسن. في اعتراف المساجين أكيد لا يجوز استخدام أساليب التعذيب أو الاشتراك في عملية التعذيب في أثناء عملية البحوث. يحظر ممنوع على فريق البحث، طبعا تكلمنا أنه يستخدم أدوات التعذيب، يحظر أنه يشارك بأي شكل من الأشكال في عملية اللي هو أنه يأخذ اعترافات من المرضى المساجين بدعوة الشفقة عليهم، أي أنه يشارك في عملية يعني التعذيب. يجب أن يكون تحصل قبل عملية البحث على المساجين على إقرار كتابي مبني على المعرفة وعدم التعرض للضرب، مش لأنه والله يعني مسؤول السجن قال له اعمل البحث لازم يعمل سنة. لا، لازم يكون عنده حريه كامله في انه يعمل البحث او ما يعملش بحث ضمن هذا، ويكون هذا موجود في اقرار كتابي مبني على المعرفه زي هنشوفه كمان شويه. اطلاع جهه رقابيه في السجن واخذ الموافقه منهم بالبحث، هذا طبعا كله اللي فات الكلام نشوفه. أيضا شروط إجراء البحث في المجتمعات الفقيرة أنه عدم استغلال حالة الفقر أو الجوع أو أي من المغريات المادية أو المعنوية لإجراء البحث، مش عشان هذا فقير خذ 100 دولار وتعال اعمل البحث، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أنه يكون السبب الأولي هو عبارة عن الفلوس. أيضا أخذ التعهد المطلوب يعني من الجهة طبعا المحمول البحث بتوفير الرعاية الصحية إلى نهاية البرنامج العلاجي دون مقابل، أن تتوفر لهؤلاء الأشخاص الفقراء كل الرعاية الصحية دون مقابل كل فترة اللي هو البحث أو كل فترة حتى نهاية يعني البرنامج العلاجي دون مقابل. إجراء شروط إجراء البحوث على الأجنة، كل البحوث على أجنة محظورة وممنوعة سواء استخدام تجارب للأدوية والتقنيات أو عمل البحوث عليهم عشان ممكن تؤثر على نظام المكونات الدقيقة، يعني يحرم أيضا على الأجنة داخل الأرحام. كل البحوث على الأجنة يعني تحرم، يعني وخصوصا إذا كان فيها إمكانية حدوث خلط للأنساب أو احتمال تعرضها لمخاطر أو مضاعفات. هنتكلم عن إجراء البحوث على الأجنة بشكل مفصل. إذا هنتكلم الآن عن شروط إجراء البحوث
التي تنطوي على شبهة اختلاط أنساب. أكيد يعني أنتم عارفين في أن كثير من الأنواع في عملية اللي هو زي سواء الحقن أو الأنابيب، طبعا هذه تعتبر عمليات إخصاب مساعد، أهم حاجة تكون عندها يعني خاضعة لكل شروط إجراء البحوث والضوابط الشرعية والأخلاقية. طبعا أن تكون فقط على بويضة الزوج ونطفة بويضة الزوجة ونطفة الزوج حتى لا تختلط الأنساب. أن يكون متأكدين أن كل البحوث في هذا الموضوع الإخصاب، مش إجراء عمليات الإخصاب المساعد، فقط بين اللي هو بويضة الرجل وزوجه وزوجها يعني ونطفة الزوج فقط حتى لا تختلط الأنساب. أيضا لا يجوز إجراء البحوث اللي فيها نقل البويضات المخصبة عشان نزرعها في رحم الأمهات الغير إن يعني ليست الأمهات شرعية لهذه البويضات المخصبة. طبعا أكيد يحظر إجراء البحوث التي تساعد على يعني إنشاء بنوك للبويضات كما نرى في أوروبا للبيضات أو للحيوانات المنوية أو الأجنة للتجارة بها، بيبيعوا مثلا حيوانات منوية معينة أو بويضات معينة أو أجنة للتجارة بها أو الاستخدام الغير شرعي. في بحوث الاستنساخ نرى أن كل ما هناك في الاستنساخ محظور ممنوع، ما عدا أنه يجوز استنساخ الخلايا الجذعية للأغراض العلاجية. يجوز استنساخ الخلايا الجذعية ستيم سيلز للأغراض العلاجية، ما دون ذلك كل هذا ممنوع الاستنساخ في الموضوع. أخيرا سنتكلم عن بحوث الهندسة الوراثية، أي أن أنا في جينات معينة تحمل مرض معين ممكن أنا أتلاعب فيها عن طريق الهندسة الوراثية. طبعا ممنوع إلا بعد إجراء تقييم صارم ومسبق للأخطار والفوائد لا سمح الله، أن والله هذا الجنين ما يؤديش إلى وفاته، ما يؤديش إلى موته، هذا اللي يتم فيه بعض الخلايا الأساسية يعني المكونة لهذا الجنين. لكن في حالات معينة أجازوا يعني أنه لو كان في جين يؤدي إلى الوفاة، أو إذا كان جين يؤدي إلى الوفاة أو يؤدي إلى التشوه، ممكن أنا أزيل هذا الجين. أجاز العلماء في هذا البحث أن يتم إزالة هذا الجين. لكن في كل الأحوال يعني احترام حق كل شخص في أن يقرر ما إذا كان يريد أو لا يريد، وأن يحاط علما بنتائج أي فحص وراثي وأعراض. لا يجوز لأي بحوث تتعلق بالجينات أو تطبيق هذه البحوث، لا سيما في مجالات البيولوجيا أو الوراثة أو الطب، أن تعلو على التزام بأحكام الشريعة واحترام حقوق الإنسان الذي يعترف بها الإسلام، ولا أن ينقص من الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأي فرد أو مجموعة من الأفراد. نتكلم بشكل أساسي مهم عن شروط تمويل البحوث. هذا موضوع مهم ويجب التركيز عليه، أنه يكون أحيانا في وغالبا في مصانع الأدوية لها مختبرات بتشوف مدى يعني مدى فعالية هذه الأدوية. أكيد بيكون هذه بتشوف على مبحوثين. إذا ألا يكون الجهة الداعمة أيا كانت أن تتدخل في نتائج البحث أو طريقة إجراءه. أن الجهة الداعمة أو الجهة الممولة يجب ألا تتدخل في طريقة إجراء البحث أو يعني نتائجه، وألا يكون قبول الدعم
مشروطا بما يتنافى مع شروط، يعني ان انا بدعمك لما تثبت لي ان هذا الدواء فعال. اكيد هذا لا يجوز ولا يعني يمنع منعا تاما، وهذا يعني مخالف لضوابط البحث العلمي. والله انا بدعمك في حال اثبات ان هذا الدواء يعني ناجح للعملية الفلانية، لا يجوز، او للمرض الفلاني لا يجوز. طبعا ان يجري البحث الممول بطريقة علمية ومنهجية صحيحة، وأن لا يكون للجهة الداعمة أيا كانت أي تدخل قلنا في نتائج البحث أو الجواب. وأيضا الابتعاد عن المواطن إذا أي التي يخشى فيها أن تكون مصادر التمويل محل شبهة أو غير قانونية. إذا يعني إذا كان بنعرفش هذا الممول، من هو الممول، لماذا يمول، إذا هنا إيش؟ أنا هذا مواطن تسمى يعني محل شبهة وغير قانونية، يجب أن يعرف من هو الممول ويعني مصادر التمويل بشكل واضح. أكيد يجب ألا تأثر انسيابية عمل البحث ومراحل التمويل المالي أو الهدايا المقدمة من الجهة الداعمة، يعني ألا يرتبط يعني مراحل البحث، والله اذا كان والله وصلت لمرحله فلانيه انا بدعمكم، ما وصلتوش لمرحله فلانيه معناته انا بدعمكوش. او اذا كان زي ما تكلمنا اذا كان بدا ينجح البحث ويعني يعطي نتائج واضحه، بعطيك والله الدواء الفلاني، لكن ما دام ما نجحش البحث انا ماليش دخل فيكم. هذه لا يعني يسموها انسيابيه، تتاثر انسيابيه البحث. ايضا يجب الا تعرض يعني الدوله أو أي مؤسستها يعني لضغوط من جهات التمويل الخارجي. المقصود فيه أنه ممنوع زي ما تكلموا الآن أنه مثلا عشان الكورونا حيعمل في بعض البحوث في الصومال أو الدول الفقيرة، لا يجوز أبدا هذا الموضوع، بأنه والله أنت تروح على ناس فقراء، ناس ما عندهمش علم، ما عندهمش معرفة، بتعمل بحوثك عليهم ونتائج البحوث تستثمرها للدول الغنية، هذا لا يجوز أبدا. أكيد أيضا شروط إجراء البحوث على الحيوان، كثير أيضا الرفق بالحيوان، وهذا ما يعني حثنا عليه الإسلام والإحسان إليه، أن يكون سبب إجراء البحث يبني يعني يبنى عليه التقدم العلمي، يعني وليس لعملية اللي هو يعني فقط كلامنا عنها فقط الفضول العلمي، والله احط فلان فلان اشوف ايش صار في الحيوان، لا يجوز ابدا. يجب ان يبنى عليه تقدم العلم. ايضا يجب ان يكون يعني يتجنب الحاق الاذى بالحيوان بقدر الامكان ان يتجنب الاذى والالم للحيوان. الا يكون الفضول العلمي تكلمنا هو الغرض لإجراء البحث، الحصول على الإذن من الجهة المختصة في القطاع الذي يعمل فيه البحث. شروط التوثيق والنشر مهم أنا أنشر، لكن أن يكون التحقق من توفر المعايير العالمية المعترف بها الخاصة بتوثيق ونشر البحوث. أيضا ألا يجوز أنا يكون بحثي يسيء إلى سمعة الخاضعين للبحث أو المؤسسة أو المستشفى عند نشر وتوثيق نتائج البحث، أيضا مع أهمية المحافظة على الجوانب السرية. إذا فهمنا بأنه يعني في عملية التوثيق والنشر والإعلان يجب ألا يسيء هذا سواء إلى يعني الخاضعين للبحث أو المؤسسة أو غيرها، ويجب يعني توثيق مع المحافظة على الجوانب السرية. آخر حاجة مواقف يجوز فيها إيقاف البحث، متى أنا أوقف البحث دون أن أكمله؟ أول حاجة إذا تبين أن مقاصد البحث وأهدافه، أنا جيت عندي أهداف معينة بعمل فيها البحث، إذا تبين أن هذه الطريقة لن توصلني إلى أهداف البحث، إذا أنا لازم أوقف هذا البحث. أكيد إذا تبين أن سلبيات البحث أعلى من إيجابياته، يجب أن يتجنب الحاق الألم بالحيوان وقدر الإمكان. يجب أن تتبين أن إجراء البحث يعرض
خصوصية وسرية النتائج والحفاظ عليها وسلامة المتطوعين سواء الجسدية والعقلية والنفسية للمخاطر وانتهاك تلك الحقوق. متى يوقف البحث؟ يوقف البحث في حالة أي شبهة لاختلاط الأنساب، وتكلمنا عن اختلاط الأنساب والمشارك فيها. أيضا تكلمنا بأنه يوقف البحث عندما يثبت أن الفضول العلمي هو الغرض الوحيد لإجراء البحث، إذا يجب أن لا يكون قلنا الفضول العلمي هو إجراء البحث. وأيضا إذا كان ثبت بأنه بدوا يعملوا بحث لكن ثبت أن هذا البحث لم يأخذ إذنا من الجهات المختصة، إذا أيا كان هذا البحث ومدى وصوله يجب أن يتوقف هذا البحث ويتوقف هذا البحث. وشكرا لكم.